هذا وجددت الحكومة الألمانية تأكيد على موقفها الثابت الداعم لليمن وحكومته الشرعية ودعم جهود السلام في اليمن وفق المرجعيات الدولية. وأكد وزير الخارجية الألماني دعم أمن واستقرار وحدة اليمن واستمرار بلاده في تقديم المساعدات الإغاثية والعلاجية العاجلة لمكافحة وباء الكوليرا. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا غمدان الشريف السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء. مساء الخير سيد غمدان. مساء النور أخي العزيز. بداية نريد منك أبرز النقاط التي دارت خلال المباحثات اليمنية الألمانية. في زيارة دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن ثغر والوفد الرفيع المستوى إلى ألمانيا وإلى العاصمة الألمانية برلين، غلبت في حقيقة الأمر السياسة على الملفات الأخرى إلا أنها لم تغب. فتحقيق السلام وعلى أساس المرجعيات الأساسية الثلاثة وهي المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية المدمنة ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي هي أساس الحل في اليمن. وعقدت المشاورات مع نائب المستشارة الألمانية وزير الخارجية، كان اللقاء إيجابي وقيم، وخاصة إن ألمانيا هي أحد الدول الراعية للمبادرة الخليجية وأحد الدول التي ساهمت في مساعدة اليمنيين في أكثر من جهة، وخاصة المساعدات الإغاثية والاقتصادية. حقيقة الأمر أننا نحتاج إلى الموقف الألماني والضغط على هذه الميليشيات الإنجابية إلى انفياق لقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة قرار 2216. هناك ملفات أخرى اقتصادية وإغاثية، وكذلك طالبنا بمزيد من الدعم خاصة في المجال الإغاثي والإنساني وكذلك المساعدات العلاجية، وخاصة واليمن يشهد في هذه الأيام ظروفا صعبة وخاصة في مرض الكوليرا. نعم، يعني خلال مطالباتكم بموضوع المواضيع الإغاثية وأيضا الأمن الغذائي والصحي، يعني هل لمستم استجابة ألمانية في هذا الاتجاه؟ نعم أخي العزيز، كانت مساعدات ألمانيا 50 مليون يورو، حصلنا إلى أن مساعدات ألمانيا سوف ترتفع إلى 125 مليون يورو، وهذا ما أعلنته وزارة الخارجية الألمانية مساء يوم أمس، وأبلغتنا به رسميا أن المساعدات الألمانية ارتفعت إلى 125 مليون يورو. نعم. وسوف ترسل مساعدات عاجلة إلى الشعب اليمني. يعني من خلال هذه المباحثات والمحادثات التي حصلت بين الجانبين، ما هي الوجهة التي رأيتم أن ألمانيا تركز عليها أو تضغط باتجاهها؟ ألمانيا تضغط إلى تحقيق السلام، ولكنها في نفس الوقت تريد السلام على أساس المرجعيات الثلاثة. أكد نائب المستشار وزير الخارجية إنهم مع اليمن ومع السلام الذي يحقق طلعات الشعب اليمني، وأنهم لن يخرجوا عن المرجعيات الأساسية الثلاث، وكذلك أكد أن ألمانيا ستكون داعم أساسي لأي اتفاق في اليمن، وأنها تعمل ضمن الأمم المتحدة في هذا الإطار، وأنها ترحب بجميع الأطراف السياسية للوصول إلى هذا الحل، وأنها لن تخرج عن وثائق الشعب اليمني وخاصة في المؤتمر الحوار الوطني الذي أجمع عليه الشعب اليمني. نعم، اليوم يعني أو من خلال هذه المحادثات الحكومة أكدت أيضا عن إيران تواصل دعمها للانقلابيين ربما لتهديد السيطرة على اليمن، وأيضا لتهديد الحكومة الشرعية وتهديد الملاحة والأمن الدوليين. ما مدى تفهم الجانب الألماني لخطورة هذا الوضع أو لخطورة الدور الذي تلعبه ألمانيا في اليمن؟ نحن في حكومة شرعية دائما طالبنا مجلس الأمن والأمم المتحدة وجميع دول العالم بأن تضغط على إيران أن تكف يدها عن اليمن، لأن إيران سبب إطالة أمد الحرب، إيران سبب القتل الذي يحدث في اليمن، إيران كل ما يحدث في اليمن سببه إيران. لذلك كان لدينا طلب إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وكان هذا الطلب رسمي، أن تضغط على هذه الدولة التي زرعت الأحقاد وزرعت الفتن وزرعت القتال في هذا الوطن العربي واليمن خاصة، وإنها تهدد الأمن الدولي والعربي والإقليمي. وحقيقة نحن دائما نناشد جميع الدول العالمية
أن تضغط على هذه الدولة أن تكف وتدعنا في شأننا في الشؤون الداخلية اليمنية. ونحن حصلنا على وعود من الألمان، هناك لقاءات مرتقبة ستتم يوم غد مع رئيس الوزراء مع برلمانيين وكذلك مع وزير التنمية وعدد من المسؤولين الألمان، وسوف تكون هذه المقابلات يوم غد إن شاء الله. نعم، من خلال هذه المحادثات سيد غمدان، هل تعتقد الحكومة اليوم أن ألمانيا ستلعب أو سيكون لها دور ربما إيجابي في الملف اليمني أم العكس؟ نحن نعول على الدور الإيجابي الألماني كما كان، يعني ألمانيا كانت دور لعبة دور أساسي. طبعا نظرة ألمانيا وبعد زيارة رئيس الوزراء تحسن في العلاقات المستمرة، ونحن اليوم هنا في ألمانيا إلى دفع هذه العلاقات إلى آفاق جديدة وتطور، ونحن نعمل أن يكون هناك دور إيجابي لألمانيا كما كان لها دور سابق، وكذلك في جهود تحقيق السلام. نعم. وأنت تعرف أيضا أن ألمانيا لديها عدد من المنظمات تعمل في هذا الإطار وتعمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل، وهذه المنظمات أجمعت في معها إلا سلام إلا عن طريق المرجعيات الأساسية الثلاث. نعم، إذن السيد غمدان الشريف السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء كنت معنا على الهواء مباشرة، شكرا لك.